الفن بتنوع واختلاف أضواءه. مارسيل غريم فاز بجائزة أفضل ملحن عن أغنية ضد عنف ضد العنف ضد الأطفال إثر اشتراكه في مسابقة أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية. مارسيل معنا اليوم، نتعرفوا عليه. مارسيل مساء الخير. أهلا وسهلا فيك. صحتك. شو الأخبار؟ مارسيل، خبرنا شوية عن الأغنية اللي فزت فيها وشو كان موضوع. أنا قلت يمكن العنف ضد الأطفال، فخبرنا شوية عنه. هيدي الكومبيتيشن نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية وصارت بين جامعات لبنان. هيدي النقطة ما ذكرت، صارت بين جامعات لبنان بين طلاب. أوه حلو. كان في نص موحد للاستاذ شاعر الياس ناصر وكل المشتركين يعني انعطاهم ذات النص، وارتقت اللجنه انه انا افضل لحن كان بهالمسابقه وتوفقنا. مارسيل، كون النص كان موحد بين كل المشتركين ومثل ما سبق وقلت وهو للشاعر الياس ناصر، الى اي مدى كان عندك خوف من المقارنه؟ الصراحه هي بالعكس كانت القصة، ما كان عندي خوف، كان في مثل اطمئنان لأنه نص موحد. عرفت أنه اللجنة رح تركز بس على اللحن، ما رح تركز أنه لحن مش مناسب مع الكلام، لحن عفرت كلام كل المشتركين، يعني حظوظ متساوية بس اللحن هو اللي بيحكم. طيب نسمع شوية شباب، حطوا لنا شوية الأغنية وبعدين أكيد رح نسمعها بصوت مارسيل كمان. تفضلوا. ما عرفنا شو صار، كبرنا عالسكين، امبارح كنا صغار ما كان عنا بيت. ما عرفنا شو صار، كبرنا عالسكين، لو تعرف شو حملنا. مين غنى؟ لانه ما عملنا. ريتا سليمان. حبيت ايه يلا اعطينا تفاصيل عنها. مارسيل، مين الصوت اللي عم نسمعه هلا؟ صراحه كان في فريق عمل ساعدني بهالمسابقه. ريتا سليمان هي قدت العمل، هي كمان زميله معي بالجامعه بكليه التربيه للموسيقى، وإلي تومي وزع الاغنيه، وإلي قاعي كمان عزف سولو جيتار. اذا فينا نسمع هون مقطع هنا. قالوا رجعوا شباب. شو أنا بمقاسي، وهالجسم شو قاسى من الإنسان القاسي. ما تجربت تتناسى، شو أنا بمقاسي، وهالجسم شو قاسى من الإنسان القاسي. هيدا اللي ضربنا، وهيدا اللي حرقنا، وهيدا اللي بنلاحظ الأغنية فيها عدة أنماط موسيقية، فيها عدة مقامات موسيقية صح التعبير، لأنه بتنتقل من جو غضب ومطرح في جو هادي ورومانسي وحساس، وبالآخر إذا نسمعها للآخر فيها جو فرح وتفاؤل. أنا مشيت باللحن مع الكلام. حلو. مارسيل، أي صوت بتحب يغني هالأغنية؟ للصراحة الأغنية أداءها صعب ومساحة فيها صعبة. بلبنان في بتمنى وبشرفني الست ماجدة الرومي تغني هالغنية، وكمان بشرفني الفنانة كارول صقر أو الفنانة كارول سماحة. يعني أنا بشوف بيقدروا يوصلوا هالغنية بإحساسهم وبصوتهم وبمسيرتهم كمان، هن على طول غنوا مواضيع وطنية وإنسانية ومجتمع كمان. في عندك غير أعمال اشتغلت عليها غير هالأغنية؟ أشياء موجودة بالسوق بعد، بس عم بحضر عدة أعمال لعدة فنانين. عندي شيء قريب هلا، أقرب شيء يعني للممثل والفنان عصام بريدة. نحن هلا بمرحلة التوزيع الموسيقي وبالاستوديو يعني، وعم نخلص الأغنية. قريبا يعني رح نسمعها. إيه قريبا، هي أقرب شيء. بس هلا بدنا نسمع شيء منك. نسمع شيء نسمع. يلا شو بدك تسمعنا؟ رح سمعكم اغنيه كمان من الحانه تعرف كمان المشاهدين على غير جو، انه جو رومانسي. هي من كلمات صديق لإلي جواد مزهر، هو كمان بالاصل المخرج، وجه له تحيه. تفضل.
بس تناخد التوناليتي. تفضل. قاعد وناطر عم يخلص الوقت، انت وحدي شو بدي بعد؟ قاعد وناطر عم يخلص الوقت، انت وحدي شو بدي بعد؟ بنسى الوقت وانساكي، لا بدي اياكي طول العمر. انا لولاك يا حياتي ما عندي حياة، لولا وجودك بحياتي ما عندي وجود. انا لولاك يا حياتي ما عندي حياة، لولا وجودك بحياتي ما عندي وجود. كنت مفكر حالي كنت، بس هلا انا معك صرت. حلو 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 حلو، برافو مارسيل. طب خبرنا شوي، انت طالب بالموسيقى، اكيد دخولك بهذا الاختصاص ما كان عن طريق الصدفه، لانه انت يمكن بلشت تلحن وانت صغير، صح؟ مزبوط، انا بلشت لحن قبل ما ادرس موسيقى واتعلم موسيقى. بعمر تقريبا ال 14 بلشت الف موسيقى، بعدين صرت انا اكتب كلام، مجرد ماني شاعر بس مجرد تا انا لحن. ويعني بس اوقات كنت اوقع بقصه انه انا يا هل ترى موهوم انه انا بلحن ولا مزبوط. من بعد عده اجتماعات مع شعراء محترفين بلبنان وفنانين ومطربين واعطوني ارائهم، قالوا لي عندي شيء معين بقدر انا اضيفه وعندي شيء جديد. ومن بعد كمان ما ربحت هالمسابقات يعني اعطتني دفع معنوي، وقدرت انه صدق حالي انه انا فيني اكون ملحن واشتغل على هالموضوع وطور حالي. حلو. مارسيل، عادة كيف بيطلع معك اللحن؟ صراحة ما في قاعدة للتلحين، هي قصة احساس، بس انا اجمالا بجيب الكلام وبقري لمدة جمعتين. من بعد هالجمعتين بكون انا قدرت اعرف شو الجو اللي رايحه فيه الغنيه، وبلش يعني حسب الكلام كيف بيكون، حسب صح الكلام. صح، الكلام بياخذ الملحن باتجاهات مختلفه. نعم، وبياخذ وقت كثير تتلحن الاغنيه، يعني اوقات بيطلع معك غنيه بيومين، اوقات بتروح معك اربعة اشهر، حسب انت. هي المود تبعولك كمان بياثر، حسب المود، حسب اذا في حافز عندك، اذا في شيء عم يستفزك. انا هاي الاغنيه ضد العنف ضد الاطفال استفزتني من جوا، موضوع كثير وعم نعيشه اخر فتره. اخذت معي شهر تلحين، بس لحنتها من قلبي. ما خبرتنا اذا عرضت على شي حدا من الاسماء المهمه. للصراحه عرضت على كذا شخص، منهم ست ماجد الرومي. ما كان في تجاوب؟ والفنان نقول القصة في تجاوب، بس وضع البلد ما كتير عم بيساعدنا، والفنانين ما كتير عم بيتحمسوا لهيك مواضيع صراحة، عم بيتجهوا للقصص التجارية أكتر. أكتر. فأنا هون من هون بوجه نداء لحيالة فنان عنده موهبة ومش ضروري يكون فيدات، بس بيحب يوصل هالأغنية، أنا مش طالب منها ربح تجاري، أنا بقدمها لأنه فيها جهد، فيها تعب، أنا بحب توصل، ما بحب تنضب بالجرور. أكيد، وهيدا يمكن أي فنان المفروض هو اللي يكون سباق إنه يقدم عمل إنساني وموضوع إنساني مثل هيدا، لأنه كثير موضوع مهم. 100%. مارسيل، من بعد بدي أقول لك إنه هالجائزة أكيد لها قيمة معنوية، ولكن عطتك شيء ثاني؟ قدمت لك شيء ثاني؟ شيء ثاني غير معنوي؟ ايه لحديث يعني فتحت لك ابواب لحديث هلا بعد ما بعد يعني هلا هو الجائزه المعنويه كثير مهمه، بس واحدة ما بتكفي. يعني الفنان قد ما يكون موهوب وعنده شيء يقدمه، اذا ما نعطيته الفرصه وباب ينطلق منه بيروح كل العمل دعان. بس انا يعني ماني بمرحلة اليأس، يعني بعدني شاب وببداياتي. أكيد، وبتأمل إنه قريبا تجي الفرصة. دفنتلي. طيب شو في عندنا مشاريع هيك نختم بلقائنا؟ شو بتطمح؟ شو أحلامك؟ شو في عندك جديد؟ أوه، أحلام كتير كبيرة. أوقات بقول إنه معقول لأحلامي قادر أحققها، بس عندي حلم إنه
ما يكون عندي مرور كرام بالفن، يبقى عندي بصمة مثل ما تركوا الكبار بلبنان وبالعالم العربي. مش لا وينعطى هذا الجيل، الجيل الشباب عندنا بلبنان في كثير مواهب، ما ينفرض عليهم أعمال فنية محددة، ينعطيهم مجال يعملوا شو عندهم، مش شو بده السوق، هن شو عندهم يقدموا شيء جديد للفن. أنا بتمنى أقدر أقدم شيء جديد وأترك بصمة للعالم إن شاء الله. بتمنى لك كل التوفيق والنجاح مارسيل. Thank you so much لإلك. You never know، يمكن حدا من المعروفين أو الأسماء الكبيرة يكون عم يسمعنا هلا إن شاء الله، بيعرف إنه في لحن مميز وحلو مثل اللي سمعناه وموضوع أحلى وأهم.